مرحبا وشكرا لتابعتكم تك ميشن، واهلا وسهلا فيكم بالحلقه الخامسه من سلسله تعلم تصوير الفيديو للمبتدئين. درس اليوم كتير مهم وبتمنى تعطوه الوقت الكافي، هو كيف بنحصل على افضل الوان اثناء تصوير الفيديو. كتار منا بيركزوا على الاوتو فوكس، بيركزوا على المانيوال فوكس، الفوكس بشكل عام، بيركزوا على كيفيه اختيار البعد البؤري المناسب، شو الكاميرا المناسبه، شو العدسه المناسبه، كل هدول التفاصيل. بس للأسف كتار مننا بينسوا موضوع توازن الأبيض اللي هو من أهم المواضيع اللي لازم نتطرق لها بعالم الفيديو. توازن الأبيض بيعني ببساطة كيف الكاميرا بتشوف اللون وكيف بتفسر الألوان اللي قدامها. نحن بنساعد الكاميرا بأنه نحدد لها نقطة البداية اللي هي الأبيض. لما بتعرف الكاميرا نقطة البداية اللي هي الأبيض، هي بتترجم كل الألوان لأفضل ألوان وأدق ألوان وأحسن ألوان. بتتذكروا كتير الحديث تبع الكالر ساينس، علم الالوان، انه والله لا السوني في عندها علم الوان مو كتير منيح، والكانون والنيكون عندهم علم الوان افضل، والفوجي الوان اجمل شيء، وا وا وا. لما بنضبط توازن الابيض بالشكل الصحيح مع مراعاه انه الاضاءه مزبوطه والفوكس مزبوط والعدسه مزبوطه وكل شيء، بنضبط توازن الابيض بالشكل الصحيح، دائما وابدا بناخذ الوان جميله، دائما وابدا بناخذ الوان حقيقيه. لتفهموا اكثر عن شو انا عم احكي، رح اخبركم شيء. الكاميرا اللي عم تصورني هلا، الكاميرا الرئيسيه، فيها توازن الابيض الصحيح. هاي الكاميرا فيها توازن ابيض ما صحيح ابدا، دافي كتير. هاي الكاميرا فيها توازن ابيض ما صحيح ابدا، بارد كتير. وهلا شوفوا ثلاث صور مع بعض وشوفوا فرق صغير باعدادات توازن الابيض شو بيعمل فرق كبير باللون بين هون وهون وهون. وتابعونا. قبل ما نتابع بالفيديو خليني اسالكم سؤال، بتحبوا تكونوا يوتيوبرز؟ بتحبوا تكونوا انفلونسرز على انستغرام وتيك توك وفيسبوك واي مكان تاني، بس ما عندكم الوقت الكافي او الخبره الكافيه لتحرروا فيديوهاتكم؟ كونتنت ستار بتقدم لكم الحل. كل شيء عليكم تعملوه انكم تصوروا الشيء بتحبوا تعرضوه وتبعتوا لنا الفيديوهات. نحن بنحرر فيديوهات جميله جدا بمستوى الفيديوهات على قناتنا وبتكلفه معقوله جدا. زوروا contentstar.net لحتى تعرفوا اكثر. فاذا موضوع توازن الابيض من اهم المواضيع اللي لازم نحكي عنها بعالم الفيديو. لما بنضبط توازن الابيض بالشكل الصحيح مع مراعاه الاضاءه الصحيحه والبعد البؤري المناسب والفوكس الصحيح، بنكون كملنا كل شيء مطلوب لحتى الفيديو تبعنا يطلع رائع. طبعا بيضل في الجانب الابداعي، الزوايا اللي بتاخدوها، المشاهد بدكم تعرضوها، بس هي ما بيخاف عليكم فيها ابدا لانه كلياتكم مبدعين وبتعرفوا حالكم تماما شو عم تعملوا. اما موضوع توازن الابيض فهو موضوع تقني بحت، محتاجين نفهمه، شو يعني توازن الابيض، شو يعني الكاميرا تفهم توازن الابيض، وبنفس الوقت كيف بنضبط توازن الابيض وكيف بنحافظ عليه طول فتره التصوير. وخلونا نبدا بتعريف توازن الابيض. توازن الابيض باختصار هو عباره عن عمليه قراءه الكاميرا للالوان بناء على حرارتها. لما نخبي الكاميرا نقطه البدايه اللي هي الابيض، هي لوحدها بتصير تعرف القيمه الامثل والافضل لكل لون اخر، وبتعطينا الالوان الجميله والحقيقيه والقريبه من الواقع اللي حابين نشوفها بالفيديوهات تبعتنا. لحتى تعرفوا اكثر عن تاثير قيمه توازن الابيض على الصوره تبعتكم بالفيديو، رح فرجيكم هالمقطع الفيديو القصير للكلر تشارت. لاحظوا معي الالوان بالشكل الطبيعي. حاليا توازن الابيض صحيح، شوفوا الالوان قدامكم وحاولوا انكم تحفظوا قيمتها. هلا رح نغير توازن الابيض لقيمه ابرد بكثير من القيمه الصحيحه. شوفوا كيف اختلف كل شيء باتجاه اللون الازرق. هلا رح نرجع نغير باتجاه قيمه ادفى من القيمه الصحيحه. شوفوا كيف كمان مره اختلف كل شيء، بس هالمره باتجاه اللون الاصفر او الاكثر دفئا. وهي الثلاث حالات جنب بعضها لحتى تقارنوا بنفسكم. فإذا كيف نحن ممكن انه نضبط توازن الابيض بالشكل الصحيح لحتى ما نوقع باي خطا يخرب لنا الوان الفيديو؟ رح نحكي عن جانبين، كيف نضبط توازن الابيض بالشكل الصح اثناء التصوير اللي هو الشيء الوحيد المثالي اللي ممكن نعمله، وكمان اذا صار خطا بتوازن الابيض كيف فينا نصحح هذا الخطا ضمن هوامش معينه لاحقا بعد التصوير ببرنامج ادوبي بريمير او دافنشي ريزولف او فاينل كات او اي واحد من هدول البرامج. وخلنا نبدا بالتصوير الصحيح، لانه مهما كانت قدره هدول البرامج على تصحيح اللون، ومهما كنت عم تصور 4 2 2 و10 بت واي شيء، مهما كنت عندك امكانيات عاليه للتصحيح لاحقا، بيضل الشيء المثالي الوحيد والاوحد انه نحن نصور صح من البدايه، بعدين اذا صار في فروقات صغيره بنقدر نصححها بالنهايه. قبل ما نبدا بالخطوات اللي لازم ناخذها لحتى نحصل على افضل توازن ابيض، خليني اشرح لكم مبدا بسيط اللي هو الكلفن. الكلفن اللي بنرمز له بالرمز كي. الكلفن هو وحدة قياس حرارة الضوء ببساطة شديدة. في أرقام بتعبر عن الكلفن
وهذا الرقم مثله مثل الحرارة المئوية. لما بنكون عم نحكي عن طقس بنقول درجة الحرارة 16 يعني برد، درجة الحرارة 45 يعني حر. كمان هون درجة الكلفن 2500 يعني برد، ودرجة الكلفن 9800 يعني شوب أو حر. مقياس الكلفن مقياس كتير بسيط، كل ما نزلت قيمة الكلفن كل ما نزلت الحرارة، كل ما توجهت الصورة أو الفيديو باتجاه اللون الأزرق البارد. كل ما زادت قيمة الكلفن كل ما زادت الحرارة، كل ما زاد دفء الصورة اللي بيخليها تميل باتجاه اللون الأصفر. رح أرجع كمان مرة لمثال ثلاث كاميرات. الكاميرا اللي قدامي عم تصورني هلأ بتوازن الأبيض الصحيح واللي هو 5000 كلفن. فيكن تشوفوا لون بشرتي وفيكن تشوفوا اللون الأصفر اللي أنا تعمدت أني ألبسه لأنه لون كتير قوي، ورح تشوفوا الفروقات فيه بشكل كتير واضح. هاي التوازن الأبيض الصحيح عم يفرجيكن لون بشرتي الصحيح ولون التيشيرت. نجي على هاي الكاميرا، هون في عنا قيمة كلفن عالية، عن حرارة عالية بالكلفن. أنا ضبطتها على 9800 كلفن. شايفين تأثير هذا الشيء على التيشيرت وعلى لون بشرتي وكمان على الكولر تشارت. ننتقل هلأ لهون، وهون أنا ضبطتها متعمداً على درجة حرارة كتير باردة، يعني 2800 كلفن. بردتها كتير يعني صارت على اللون الأزرق، وكمان مرة شوفوا التأثير على لون البشرة وعلى لون التيشيرت وعلى الكولر تشارت. 9800 كتير دافي على اليمين، 2800 كتير بارد على اليسار. فإذا هذا كان تعريف الكلفن. هلا شو هي الخطوات اللي بنقدر نعملها لنحصل على أفضل توازن الأبيض قبل التصوير وأثناء التصوير؟ في عنا عدة طرق الحية لحتى نضبط توازن الأبيض، منا بيكون صالح للحالات البسيطة العادية، ومنا بيكون محتاجينه لما بتكون في حالات شوي معقدة مثل الإضاءة المختلفة اللي نحن عاملينها بالاستوديو هون. في شوية عتمة، في ألوان مختلفة، محتاجين نساعد الكاميرا تفهم شو هو اللون الأبيض. وخلنا نبدأ بالطرق البسيطة، وأسهل طريقة دائما إنه نترك الكاميرا هي تختار توازن الأبيض، يعني نعمل أوتو وايت بالانس أو توازن الأبيض الأوتو. في بعض الكاميرات أشطر بكتير من كاميرات أخرى بتوازن الأبيض الأوتو. أنا شخصياً بحب كتير الألوان اللي بتعطيني إياها النيكون Z6 II لما بضبط لها توازن الأبيض على أوتو، بتعطيني ألوان كتير حلوة. بس هل يا ترى حتى النيكون Z6 II اللي أنا كتير بحب ألوانها ممكن إني أعتمد عليها تختار توازن الأبيض لوحدها بحالات مثل حالة الاستوديو عنا هون؟ هون في عنا ألوان كتير طاغية مثل لون التيشيرت، مثل اللون الأسود اللي وراء، في عنا إضاءة كتير مسيطرة عليها، في عنا عتمة، في عنا تحدي للكاميرا أنا تضبط توازن الأبيض الصح. فإذا بهي الحالة ما بنعتمد على الأوتو وايت بالانس. أنا بعتمد على الأوتو وايت بالانس لما أكون عم صور برا بضو الشمس الطبيعي، بضو النهار الطبيعي. لو أكون عم صور بمكان ما في تحدي كبير، حتى لو عم صور بضو النهار الطبيعي بس في عندي كتير ألوان بالمشهد الأمامي اللي أنا عم صوره، لا بضبط توازن الأبيض يدويا. لكن مع ذلك ما في مشكلة أبدا نترك الكاميرا على أوتو وايت بالانس إذا عم صور بضو النهار الطبيعي ومن دون تحدي كبير للكاميرا. الطريقة الثانية اللي هي خطوة أعلى بالنسبة للتخصيص هي إنه نعتمد على البريسيتس. كل كاميرا بتجي مع بريسيتس خاصة فيها لحتى نقدر نختار منها الأنسب للحالة اللي عم نصور فيها. أنا من شوي ذكرت لكم إنه بضوء الشمس الطبيعي العادي ما في عنا مشكلة إنه نصور بأوتو وايت بالانس، بس بلكي صارت مغيمة أكثر بشوي والغيوم رمادية. بهالحالة بدل ما أضطر أعمل كل شيء يدوي بروح على وضعية كلاودي بالبريسيتس تبع الكاميرا. طيب بلكي كنا عم نصور بفلاش، بنروح على وضعية فلاش. بس هون في نصيحة بدي انصحكم اياها، الكاميرا بتجي مع اعدادات مسبقة للفلوريسنت والانكانديسنت، يعني الضوء الابيض المنزلي والضوء الاصفر المنزلي، ومع ذلك انا بنصحكم انكم تضبطوا توازن الابيض بشكل يدوي اثناء التصوير بالضوء المنزلي، لانه مهما كانت الكاميرا شاطرة بانها تستوعب الشيء بيكون في مرات انت اخترت انكانديسنت مثلا وعم تصور تحت ضوء ابيض، لكن بيكون في ضوء اصفر بعيد مأثر على توازن الابيض، بيكون في انعكاسات، بيكون في اي شيء. لذلك اذا عم تصوروا داخل البيت اضبطوها يدويا وهلا بقول لكم كيف. طيب اذا كنا بوضع ما بيسمح لنا نستخدم الأوتو وايت بالانس ولا بيسمح لنا نستخدم الإعدادات المسبقة، شو الحل؟ الحل هالصديقة هاي. هاي اسمها جراي كارد. طريقة ضبط توازن الأبيض باستخدام الجراي كارد بتختلف حسب الكاميرا اللي أنت عم تستخدمها، بس بالمجمل أنت كل شيء مطلوب منك أنك تفرجي الكاميرا الجراي كارد. رح تسألني فرجيها الوش الأبيض ولا فرجيها الوش الرمادي؟ ما بفرق ابدا. اذا كان في عندك ظروف اضاءه كتير صعبه، يعني ضوء ازرق مثلا بكل محل، اعتمد على الرمادي. اذا ظروف الاضاءه العاديه المحيطه مثل الضوء المنزلي العادي او اي شيء تاني، استخدم الابيض، وبالحالتين رح تاخذ نتائج متقاربه جدا جدا. وفيك تجرب، جرب على الابيض وجرب على الرمادي، ودائما رح تاخذ نتائج متقاربه جدا جدا. طريقه استخدام الجراي كارد لضبط توازن الابيض بتختلف بين كاميرا واخرى. هلا رح افرجيكم مثال عن كيف بنضبطها بالفيديو بكاميرا نيكون. شوفوا معي لضبط الوايت بالانس باستخدام الجراي كارد بكاميرات نيكون، منروح على خيارات الوايت بالانس، منختار واحدة من البريسيتس، مندخل على الميجرمنت مود، منحرك المربع لحتى يصير بالكامل داخل الجراي كارد اللي هي هون بهي الحالة، ومنضغط الزر الأوسط أو زر ميجر على الشاشة داتا اكوايرد، وبهالطريقة
حولت الوايت بالانس للوايت بالانس الصحيح. وهلا رح فرجيكم كيف بنضبط توازن الابيض عن طريق الجراي كارد باستخدام كاميرا سوني A74. لحتى نختار الوايت بالانس يدويا عن طريق الجراي كارد بكاميرات سوني، منروح على خيارات الوايت بالانس، نختار كاستم، ممكن كاستم 1 او 2 او 3، رح اختار كاستم 1. منروح بالزر الايمن من الزر الدائري على سيت، من سيت منحرك هذا المربع ليوصل على المساحة اللي بتكون كلها ضمن الجري كارد اللي هي هي بهالحالة. نضغط الزر الأوسط بياخذ القيمة المثالية للوايت بالانس وبيطبقه مباشرة على الفيديو. إذا أنت كاميرتك لا سوني ولا نيكون، فتش وأكيد رح تلاقي الطريقة المناسبة لحتى تضبط توازن الأبيض باستخدام الجري كارد. هاي مثال تاني عن كولر تشيكر، هذا السبايدر تشيكر كمان بالجهة الخلفية في جري كارد. هذا الإكس رايت باسبورت أنا شخصيا بحبه كتير للتصوير الخارجي لأنه قوي، ما بخاف عليه بشنتاتي العدة، وببساطة هو عبارة عن جزئين. الجزء الأول هو كولر تشيكر، والجزء الثاني هو جري كارد. لهيك دائما واحد من هدول بيكون معي أثناء التصوير. بس شو بيصير إذا شي مرة نسيته؟ إذا شي مرة نسيته ببساطة بجيب ورقة لونها أبيض A4 عادية وبضبط توازن الأبيض بناء عليها. رح تقلي هي مانا دقيقة 100%، صحيح مانا دقيقة 100%، لكن أدق بكتير من إنك تضبط توازن الأبيض عشوائيا. أي شيء تاني لونه أبيض أو رمادي ومانو لامع كتير، مانو جلوسي، ممكن يفيدنا. ممكن نشوف أي شيء حوالينا، نحن إذا كنا بالطبيعة ممكن نشوف شيء لونه أبيض أو رمادي، إذا كنا بأي مكان مثلا عند عميل بالمكتب تبعه ممكن نجيب أي شيء لونه أبيض أو رمادي، حدا لابس جاكيت لونه أبيض أو رمادي، ممكن نعتمد على أي شيء لحتى نضبط توازن الأبيض بالشكل الأفضل. صح مانو دقيق تماما مثل لو كانت معنا الجري كارد الفعلية، لأنه هذا المستوى من اللون الرمادي كتير كتير دقيق، لكن مع ذلك هو أفضل بكتير من نترك توازن الأبيض ينعمل بالكاميرا أوتوماتيكيا بظروف مانا مساعدة لهذا الشيء. طيب شو بيصير إذا أنا صورت وخلصت تصوير وبعدين اكتشفت إنه بمرحلة من المراحل تغيرت الإضاءة بالمحل اللي أنا عم صور فيه فخرب معي توازن الأبيض؟ كتير وارد إنه تصير، خاصة إذا عم صور باستديو. ممكن مثلاً واحد من الإضاءات يتغير قيمة الكلفن تبعته بطريق الخطأ، ممكن على سبيل المثال يتغير شيء بالمحيط، ننتقل من غرفة لغرفة تختلف إضاءتها، تختلف الألوان اللي فيها اللي بتعكس ألوان معينة وبالتالي تغير لي توازن الأبيض. كتير وارد هذا الشيء إنه يصير. شو فينا نعمل بهي الحالة؟ فينا نصحح، انتبه مو نضبط، نصحح توازن الأبيض ببرامج تحرير الفيديو NLEs اللي هي ممكن أدوبي بريمير، دافنشي ريزولف أو فاينل كات أو أي برنامج من اختياركم. هلأ رح نفرجيكم مثالين، واحد بأدوبي بريمير وواحد بدافنشي ريزولف. بس هون في نقطة كتير مهمة، لحتى ينجح هذا الشيء لازم يكون في عنا شيء أبيض أو رمادي وغير لامع بالصورة لحتى نقدر نختار عن طريقه توازن الأبيض الصحيح. رقم 2، لازم الإضاءة تكون جيدة. إذا الإضاءة معتمة زيادة أو الإضاءة فاتحة زيادة ما حنستفيد شيء وما حنقدر نضبط توازن الأبيض. هلأ لحتى نقدر نعطيكم هذا المثال رح فرجي الجهة الرمادية من الجري كارد لهي الكاميرا ولهي الكاميرا. بتصير ببعض الأحيان إنه منكون عم نصور بيصير في خطأ ما بتوازن الأبيض، مع إنه بيكون هدفنا إنه نصور بتوازن الأبيض الصحيح. في حال صار خطأ من هذا النوع ونحن محتاجين نصحح توازن الأبيض، في طريقة إنه نصححه، وانتبهوا على كلمة نصححه مو نرجع نبنيه من الأول. منصحح توازن الأبيض إذا كانت الإضاءة جيدة وإذا كان في عنا شيء بالصورة لونه أبيض ومتأكدين لونه أبيض صحيح، بإمكاننا أن نصحح باستخدام أداة محددة ببرنامج أدوبي بريمير وببرنامج دافنشي ريزولف والبرامج الأخرى. رح نبدأ هلأ مع أدوبي بريمير، طريقة كتير سهلة. مننتقل لتاب كولر، بتاب كولر منروح على لومتري كولر، ضمن لومتري كولر بيزك كوركشن، بعدين بناخد الوايت بالانس سيلكتر، هاي الدروبر الصغيرة هون منحطها على اللون الأبيض ومنضغط، ومثل ما كن شايفين تصحح اللون الأبيض. واللي بيدلنا على هذا الشيء انه تصحح لون البشرة، هذا أكتر شيء بيدلنا على انه اللون الأبيض تصحح بشكل فعلي. مثل ما كن شايفين هون تصحح لون البشرة بشكل واضح. طبعا فينا انه نشوف التغيير بشكل أكبر بهذا الكليب، لأنه هذا الكليب فيه خطأ كبير بتوازن الأبيض. مثل ما كن شايفين البشرة لونها أزرق تقريبا، يعني أزرق تماما حتى مو تقريبا. بنفس الطريقة من تاب كولر، لومتري كولر، بيزك كوركشن، وايت بالانس، بناخد الدروبر ومنفرجيه اللون الأبيض. مثل ما كن شايفين بتصحح توازن الأبيض بنسبة كتير كتير كبيرة. هلأ ربما أنا لو بدي صححه أكتر رح غير لسه شوي
باللون الماجنتا شيله شوي لحتى ارجع للون البشره الطبيعي بهذا الشكل، لكن بصوره عامه بمجرد ما اخترنا اللون الابيض بالوايت بالانس سيلكتر اخذنا نتيجه كتير كويسه من الاساس. بنفس الطريقه ببرنامج دافنشي ريزولف اللي شايفينه هلا قدامكم على الشاشه في عنا نفس الاداه تقريبا وبتعمل نفس النتيجه تقريبا، وكمان بفاينل كات وبمختلف البرامج الاخرى الان ال ايز كل هاي البرامج بتعطينا نفس الامكانيه دائما وابدا، بس كمان مره كله بيعتمد على انه نحن صورنا صح قدر الامكان باضاءه جيده، وكمان انه في عنا شيء لونه ابيض بالصوره مثل ما كن شايفين هون. انا حطيت الكلر تشيكر بهالغايه هي بالتحديد. ببرنامج دافنشي ريزولف بنروح على الكلر تاب، بالكلر تاب بنختار الكليب الصحيح، بنروح على الكلر ويلز او بنسميهم البرايمريز، بنلاقيها للدروبر نفسها موجوده هون اللي هي الوايت بالانس الدروبر، بنختارها وكمان مره بنفرجيها اللون الابيض وهي راح تصحح لنا اللون لدرجه كبيره. طبعا مثل ما كن شايفين محتاجه شويه تصحيح لوني اخر، بدي انزل شوي الهايلايتس، برفع الشادوز شوي صغيره، بامكاني اني اعدل على التمبرتشر قليلا لحتى اخذ لون بشره افضل، لكن النتيجه بمجرد ما فرجيت الكلر دروبر اللون الابيض الصحيح النتيجه كانت ممتازه لحد كبير. كمان مره بذكركم انه هي وسيله لتصحيح الوايت بالانس، ما فينا نعتمد عليها انه خلص بصحح بعدين ببرنامج ادوبي بريمير او ببرنامج دافنشي ريزولف او اي برنامج اخر. الحل الوحيد والنصيحه الدائمه انه نصور صح من الاساس. مثل ما شفتوا بخطوات كتير بسيطة قدرنا انه نصحح كمان مرة نصحح توازن الابيض. هلأ اذا بدكم تقارنوا الكاميرا اللي صورنا فيها بشكل صحيح من البداية مع الفوتج تبع الكاميرا اللي صورنا فيها وصححنا بعدين، رح تلاقوا دائما وابدا انه التصوير الصح من البداية هو افضل ضمان للوصول لاجمل الوان على الاطلاق. بالخلاصة موضوع توازن الأبيض من أهم المواضيع أثناء تصوير الفيديو، واللي هو بيضمن لنا أنه نحصل على أجمل ألوان أو الألوان اللي نحن بدنا إياها بتصوير الفيديو. هلأ في ناس بتقلك أنه لا أنا بدي اللون الدافي، إيه مزبوط برات أنت بتكون عم تصور بتوازن أبيض خاطئ عن قصد لحتى تاخد اللون الدافي، بس الأفضل بهي الحالة تصور صح وتضيف فلتر بالNLE لاحقاً. انا دائما هيك بنصح، لكن اذا انت بتحب انك تغامر وتاخذ توازن ابيض مانو دقيق من البدايه مشان تشوف الكرييتيف لوك تبعك من البدايه ما عندي مشكله ابدا، بعملها على مسؤوليتك الخاصه وان شاء الله اكيد رح تنجح فيها. لكن بمطلق الاحوال بنصحكم دائما تركزوا على موضوع توازن الابيض اثناء التصوير لابعد حدود ممكنه، ما تخيلوا اهميه هذا الشيء، وفرجيناكم اليوم بالامثله اهميته وشفتوها بعينكم. شكرا لمتابعتكم هالحلقه من تعلم تصوير الفيديو للمبتدئين، وانتظرونا بالحلقه القادمه معلومات اكبر. شكرا على المتابعه، ما تنسوا تشتركوا بالقناه وتتابعوني على انستغرام، وانا بشوفكم بالفيديو القادم.